ايش دخلني؟ خلاص هي وقعت والله تسوي اللي تسوي وقعت راح خلاص كنت تتنفس ليش يا حبيبي؟ خلاص نقدر نلمس ثلاث ايام في الاخر اخر ابو شايع مع بعض والله اني صحت ابو شايع اسمع بس قبل شوي كنت اسال ايه كنت اسال علي انا بضحي هو اصلا برايه من غير ابو كاتب اسمع انا بضحي واطلع ما عليه ضحي طالع طالع خلاص انا بضحي وضحي في الاسئله يلا يا جماعه تلاحظون ان وجه نكبه خلاص قسم بالله قالها نعنزي قالها انا قاعد اجد رصيدي سلام انك وجه نكبه لا انك ما جيت ما خصم طيب اهدى والله العظيم اني جاني واحد من الشباب قهرني طيب دقيقه ابو شايع خليني اتكلم اطلع اللي بخاطري جاني ايش واحد قال ايش اللي بخاطرك ايش اللي بخاطرك انت دقيقه انت بعدين ترى لو دريت انه كذا لو دريت انه كذا لو دريت انه كذا كان ضربت مثل الذيب ذا في ورق العنب وضربت في الشاورما سلم لقمه حلا بس جاني واحد قال لي انت السبب اسمع يا قائد اي والله جاني واحد قال لي تعال كمل ها سلطان والله حركتك ما لها داعي ها والله حركتك ما لها داعي يا سلطان يا اخي الدنيا سهالات يا اخوي ها حشوف غازي مطيري ما عادي احنا طالعين براي ما جبت غازي تغلوشي بس لا تطلع ابراهيم وتدفع قيمه المايك مره واحده والله نقصد شوف اي والله ترى ب 50000 خلاص خلاص تعال جاك شين دخل في المخيم كم انت مسوي اعلان ها؟ الله لا يعود ابليسك كاميرا 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 عيال بلاي فاين فاين مرزوق بعد من باقي؟ تبغى خصم زياده يا قدوات والله برد والله برد والله برد انت قدوات انت ليش جاي انا ما جيت كعيافي ايش جاي تقدم مرزوق لا 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 اقسم بالله لازم والله يتكلم لازم نتعايش مع الواقع اللي احنا نكبنا فيه عيال انا اول مره وذا يا اخي خلاص تسمحوا لي والله العلي العظيم تسمحوا لي والله هو العلي العظيم لاول مره يجيني سؤال ما اقدر اجاوب في خاطري من زمان في خاطري انت البرنامج تدور زمان في خاطري لا والله تكفى ولا تروح انت سبب انت سبب دخولنا بالخوارج زين اسمع يا علي تبى الصدق والله اسمع لا تطلع والله بلد والله العظيم ما حد يمشي مع الا ماي اسمع غازي ديابي هذا وين رايح انت اذا يقولوا لك اذا سرقت فسرق جمل انت سرقت حلا صح لا انت سرقت لو سرقت الناقه حقت فيصل بن لا دقيقه مو سرقه بيض الله وجهك قادر المشكله وانا خل خل هذا بسيط طيب اليومين الجاي تشوفون الناس تاكل احنا جالسين نتفرج فيهم لابد لنا من خطة أخرى. خربانة خربانة. خربانة خربانة. تعال تعال. والله جد. أقعد جنبي. إيش أجلس أصوم يومين؟ هذا السر عشان طالع إبراهيم طالع. طيب يا عيال. على أساس أنت ما تطلع؟ لا والله من وين أطلع؟ قصدي قبل. يا عيال. بس هذا قبل خصم طالع. واحد. فعلا يسألني سؤال ما أعرف أرد، لا وإيش؟ أنتوا حرامية. اللي غبني حرمي اللي غبني يا رجل لا لا دقيقة بس اقول لك شيء والله غازي انت والله اللي غبني يوم قال سرقه لا يا ابو احنا عيال ريجون عارف صح لكن هذا جوع فعلا انت يا ابو كاتم تاكل في البيت تدخل علينا هنا مروض للمعلوميه يا غازي مطيري والله تحسب لك طوال زد رصيدك كله ترى حاجه صارت انت ما تخيل ايش هي؟ الشاورما اللي سرقها اني اخذت خبز ومو انت ظلمت اخذت واحد خبز واحد بس لا لا ما الخصم اخذت اربع خبز والله وجهك جيزي بغازي مطيري راح اقول لك اني سرقنا شيء لو اني بدالك لقطت اربع قطع كذا ما في اربع قطع جاب ليش جاب لي خبزه صغيره ناشفه نشبت في حلقي بغيت اموت ودي انك تجمل لا خلي اسمع اسمع بيض الله وجهه ايه بس اقول لك شيء والله غازي غازي مطيري من قوه انه كيوت انخصم عليه ويضحك لا ضحك ضحك لك الخصم اخيرا يعني هذه تحسب لك خصم ذاك 200 تخيل طلعك بس هاي والله رفيق دقيقه صمت صمت بس واضحك وجواعي يا الربع صمت صدمت جوعانين انا ما اكلت تبي انت ما اكل والله امس دقيقه علي هذا اللي بكبر علي ولا قال شيء قال 500 جابر عيال اسرع لا والله الا والله يحييك تعال 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 أزيه الدال حلم ويدك تطلو يا صاحبي مما يعرف الاشتياك وداتك الله في السجود والركوع ما تلحكي بصدورنا والكون ضاق ولا بقى عيوننا غير الدموع عندك ديوجع والموادع ما يطاق والصبر راس المالك
في عين القلب. اذا طلعت تروح اللي ساعه عند كارديال وعد الباب على خشمي اجيبها لك يا شباب. بس ما انت بطالع والله انا اللي كان يا شباب ما حلمتني امي ولا زوالي اهلي ما حد بطالع ولا بقول حاجه البرايم هذا غريب يا شباب ركزوا معي عشان بس من ناحيه ايضاح الصوره هذا الريال يقول ان انا اللي ناكل منكم وانا اقول لك اصبر خليني اكمل درجولك انا قول بس قول بس قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله انا طالب لا والله ما متحسس من الموضوع بس عشان توضيح وقف هنا عشان توضيح بس عشان توضيح خليني اكمل انا نفسك يلا يا اخي يعني روح خلي نفسك يعني خذ راحتك ايش هذا جديد الموضوع بيننا انت يا اخي هو يتكلم احنا طالعين برايم انت ايش تبي انا طالب يعني بعد انا خربت مع الناس تبي تخرب مع اخلاقك تفضل ايجابيه انت تفضل قسم بالله اذا ما سكت نقول قسم بالله لو ما تسكت لا تدخلك طيب قبل التبرير والله ترى نمزح والله نعرفك انت تمزح قسم بالله لا لا قتلك ولا جمل لا لا اصبر لا لا لي لي ناقه فيها واللي فيها لا لا اجاب احمد انا اللي كلمتك انا وغازي لا اله الا الله والله ما مالك والله ما عشان كلمة لا لا ما عشان لا قسم خلونا نكمل يا اخي خلونا نكمل خلونا نتكلم خلونا تقول لا تقول انك يا اخي خلونا نكمل احكي ما حد غيرك هذا الرجال يمزح انا عارف انك تمزح مستحيل انك تجيب صدق لكن انا اقول عشان باب التوضيح للكل انتم ما كنتم موجودين هذا الكلام قلت انا وعلي للشباب هناك اعتذرنا عنكم قبل شوي خلينا نكمل خلينا نكمل يا عادل الرب خلينا نكمل يا عادل اسلم اسلم خلصونا سلطان قسم بالله اذا ما تسمع كلام سير هناك ولا بدقك اول مره شفت جابر مع الصبح لا قول له بتاع يولي كمل كمل هناك قاعد زعقنا ابي اقول كلام للشباب يا اخي ما تسمع مسوي مقلب بعدك اليوم والله رد فيك حقك يلا كمل اذا عصى ما تفهم من شيء سالفه سالفه المهم يا صدق ها بخصوص السالفه انا لما قال لي ابو كاتب قال لي خصم 500 طلعت وانا احسب علشان اللي صاير هنا وما اعرف ايش اللي صاير طلعت اتفاجئ بيقول اخوياي اللي عندي باقيين انهم ايش يا شباب اكتب اللي باقيين ابراهيم انا استغربت ليش فيصل شافي فيصل شافي ما كان معنا في الموضوع صح ولا لا؟ ليش فيصل شافي؟ والعيافي ما اعرف ايش دخل العيافي نفس الشيء، لكن انا فيصل شافي ما شفته في الموضوع ابدا ما شفته في الفيلم. شلون انا عفو خليني اكمل. لا فيصل شافي ابدا ما شفته في الوقت ذاك اللي صار. المهم فرحت انا للاداره وقلت لهم والله العظيم رحت لهم قلت لهم يا شباب انتم يمكن غلطانين بيني وبين فيصل شافي. قالوا لا الحين شفناك انت مسوي كذا وكذا كيت وكيت. طيب فيصل بس ليش نقصم علي فيصل مسوي ما اعرف ايش مسوي ما اعرف فيصل بس اخذ الدقيقه قال لا ما اخذ الدقيقه فيصل هذا اللي اخذ الدقيقه فيصل فيصل راح سولف مع العامل وانا لقيت التميس حبيبي زين خليك كمل طالع بعد طيب جابر ليش ما قلت غازي جريتين اليوم جريتين تحمل يجي انا غازي شفتك مار قلت يمكن التكلف ما اعرفك لكن فيصل كنا انا وياه مع بعض كنا جالسين انا وفيصل كنا جالسين مع بعض فاهم علي فقلت ايش دخل فيصل ما شفته في الموضوع حتى انا جالس ما دخل معهم في الموضوع ايش دخل فيصل انت انت شفتك مار ما شفتك سويت شيء لكن شفتك مار فما اعرف ايش اللي سويت خلف لكن فيصل كنت جالس معه فقلت ايش سوى فيصل ما تحرك اصلا من مكان لا سوى بس انا ما اعرف عن هذه الصوره فانا سالتهم قالوا الحين شفناك الحين شفناك وشفنا فيصل انت خصم 500 وهذاك ابراهيم حلو من ناحيه اللي سويناه انا معكم ولا انت ما انت اللي قلت لي انت يعني احنا كنا جالسين مع بعض كنا جالسين مع بعض وانا الانسان اللي راي صح ولا لا انا لو انا صح كان بقول لكم يا شباب لا لكن قلت لكم يلا يا شباب معكم فانا غلطان في هذا الشيء يعني انا غلطان انا داخل الموضوع وغلطان الحين اللي بنقول فيت اقول الحين هذا الكلام ما حد في معصوم من الغلط صح يعني لا اللي سوينا غلط حلو زين لا اي والله غلط اللي سوينا غلط والعقوبات والحمد لله والعقوبات طبعا اوفر العقوبات اوفر خلاص قفلوا على الموضوع يا رجال بس عشان لا اوضح نقطه اوفر ادري لا يسوي لا, لا تسوي فيها فله اول مره بالتاريخ يحطون لا والله مستحيل المهم وانا استاذن يا شباب بس استاذن مره ها غازي غازي يلا لا يلا يلا تعال سامي سامي تعال غازي تعال غازي روح روح سامي شنو تصير يا قسم بالله انه جلطه انا وقتها يا ولد ما ادري افرح ولا لا يلا انت احزن انت الحين لا والله السلام عليكم دقيقه دقيقه غازي الصوت ما واضح الصوت ما هو واضح غازي قد يجيني خبط الصوت الو صوت اتصال بعد ما وصلنا يا شباب ركزوا هلا هلا مرحبا
غازي مطيري ولا غازي ذيابي ولا غازي ذيابي ولا غازي مطيري؟ غازي مطيري والله تفا ما اعرف غازي ذيابي غازي ذيابي ولا غازي مطيري؟ غازي مطيري غازي مطيري يطلع ولا يدخل؟ يقعد يقعد يعني غازي ذيابي يطلع؟ ايه السلام عليكم علي سامي من اللي خلص يطلع احسن اتصال اول انا اي لا اتصال الخير هلا دقات غمار غمار غازي مطيري وقف تمرين هذا اللي بيعرف يمزح هذا اللي بيعرف يمزح اوفر اوفر تدقع عيني تبقيه اذا الله كرمنا رجعنا بعد ابراهيم اقطع العلاقه معي مره حتى مره العلاقه بالبرنامج ايش شو ذا نكبه زد رصيدك اقسم بالله نكبه والله تخيل ايش غازي تخيل بعدين ايش يقول في المقطع يقول هي خاربه خاربه خلي خصم 200 300 قال ابو كاتم 300 يجيك ابو كاتم ايش يبشركم ها نعم ايش تتوقعون ان شاء الله العقوبه العقوبه لا زالت موجوده سكوب 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 والله اقرا دوك يا شباب نظاره ترى يا اشغل شيل نظاره شيل نظاره شيل أقول لكم شيء والله ما توقعتكم إخفاف للدرجة ذي كلهم وقفوا وجهك وجهك سعيد أي خبر مفرح توقفت وقفت بطل صلى على النبي صدق رجع زي يا شباب عندي حاجة يا شباب استغفر الله عاد صلى على الربيع أنا أدعو للربع ما فيها يا شباب تخيلوا حاجة والله ابو نهيان ام انا بمشي بس اسافر اروح جلسه الحزن دي ما احبها والله ما خير حاجه خير حاجه والله خلاص حزن ما في احنا خير حاجه لا لا صدق خير حاجه خلاص اخر ثلاث ايام خلف الله بعد خلاص عليك الله علي والله واحد يفهم بالله تعال يا عيال بالله انا والله يمكن انا همشي دقيقه انا ضايقكم تعال تعال ما تبوني انزل حب ايدنا تعال تعال والله ما حد فاهم يا اخي اخر ثلاث ايام خلنا نبسط يا عمي بسط انت من جدك انت يوم انو بعدين كل واحد في مدينه كل اسم شيء المجمع الشرقيه على خدمه طلعه السعوديه سوري ذوي انت عندي وين انت مخرج 6 ولا 7 سوريا لا هذا هنا انت هنا صح في الرياض استانس الذيب من قريب ما شاء الله عليك بدون حد يجي والله هناك حتى تطبيق جوالي يودونه يجي تكفي بقلبه طلع بكره يجي تكفي بقلبه حتى السواق ما يعطونه اي صح يصير من جمهورنا اللي فوق الجبل لا لا عرفت شو سيارته سيارة مستر بن ذيك عرفتها انت في الشنطه حقتها بعيافي لا 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 الان اوه لا شباب انا نفسي احسني غريب برايف انتوا حقكم انا يا عمي ليت الخصم اللي جاب جاني يا الله يا رب ترى دعوه المظلوم مستجابه ما بينه وبين الله يلا روح يا رب يا الله يا رب انك تجعد اللي طقطق علينا امين امين ها ايش مبشر؟ ايش سالفة؟ واحد معلم قال انه مرجع رجعان احنا حقين لبرايم فيصل حقين لبرايم فيصل شافي مبسوط خليك على جنب يا فيصل ابشرك يا فيصل ابشركم ابشرك يا فيصل ابشركم في البرايم لا تتحزن بالله والله